الجزء الأولاني مش ممكن مهما كان هو مين يتدخل في شغل مدير فني. محمد صلاح من الناس اللي أنا بحبها جدا على المستوى الشخصي، ومحمد صلاح ما لعبش معنا كتير على فكرة عشان يتدخل. الحاجة التانية، الماتشين اللي لعبهم صلاح معنا أو التلاتة ما كانش صلاح بيتدخل ولا بيتكلم خالص مع أي حد. صلاح كان زيه زي كل اللعيبة. صلاح نجم كبير جدا جدا جدا، وأعتقد إن أي حد مش صلاح بقى، أي حد بيتدخل في الجزئية دي أعتقد إنها بتاخد منه كتير جدا جدا. لا، صلاح ملتزم، صلاح ما شاء الله عليه، يعني الفترة اللي قعدها معانا كلها حتى وهو مصاب جانا المعسكر، فلا الكلام ده مش موجود خالص. وممكن يبقى موجود مع مدرب تاني. الموضوع اللي ان انت لو مدير فني عندك شخصية، لو مدير فني بتتعامل نفسي كويس، بتقرأ الملعب كويس، عندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى وفي إمكانياتك وفي نفسك، أعتقد ما تقلقش من أي حاجة خالص طالما أنت بتعمل العدل وماشي صح. إنما المدير الفني الضعيف اللي يقبل إن أي حد يتدخل حتى لو كان نجم النجوم. يعني قمت من على الدكة، أنا قمت من على الدكة ورحت مسقف. عارف ليه؟ الاحترام والحب حاجة، وإن أنت يعني الشارة دي سبحان الله يعني هي جات كده من عند ربنا. أولا مني محترم جدا 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 وإنسان على خلق، وانا تعاملت معاه بشكل كبير جدا، وابوه كان لعيب كبير جدا، نصر النني. النني على فكره حافظ قران، النني على فكره من اللعيبه اللي ما تسمعش صوتها في الملعب. لما حصل كده خلي بالك، كان السوليه اصلا كان هو كابتن الفرقه في مباراه جزر القمر تحديدا يعني. ولما اتغير السوليه كان النني هو اللي بعد السوليه. لما جات له الشاره وهو خدها راح مديها لمين؟ لصلاح. انتهى الموضوع في ساعتها. يعني عارف هي جت من عند ربنا عشان النية كويسة مش أكتر ولا أقل. هو من وجهة نظري عليه علامة استفهام في جزئية أنا بشوف إن هي هو تحديدا مش الجهاز كله، يعني لأن في حاجات بتاخد على الجهاز كله وحاجات هو تحديدا. أولا توظيف اللعيبة، أولا اللعيبة اللي خدها في البطولة العربية ما وكان مصمم عليها مش موجودة. طريقة اللعب اللي أنا بشوف من وجهة نظري، يعني عايز تلعب 4-3-3، انت التشكيل هم اللي هو الشناوي ما كان بيلعب معانا هو اساسي، فتوح، حجازي، الونش، اكرم، بتتكلم على السوليه او كان طارق حامد كان موجود، بتتكلم على حمدي فتحي ما هو لعب معاه، بتتكلم على صلاح ولا مصطفى ولا تريزيجيه. هو ميزه بالنسبه له عمر مرموش بصراحه، دي ميزه هو عمل الواحد يقول لي ليه واللي عليه لا يروح للنهايه. أنا لسه بقول لك منتخب مصر الكل بيخاف منه والكل بيعمل له حساب. عندنا لعيبة كبار جدا 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 ولعيبة على إمكانيات عالية جدا.